السلام عليكم ومرحبا بكم من جديد اعزائي المشاهدين في العروض العقاريه اللي كتبت لكم القناه ديال افل. معكم طارق، راه كنحاول ما امكن انني نكد ونشاهد ونبحث لكم على احسن العروض اللي تسهلوا. كما هو الحال في العرض ديال اليوم بثمن ديال 29 مليون، شقه اللي كتواجد في الطابق الاول وفي دار اللي فيها فقط 5 ديال السكان، جوج في كل طابق، وهذه كتواجد في الطابق الاول. اول حاجه اللي غادي نهضر عليها قبل ما غادي ندوز لكل شيء، كنقول لكم بعدا شكرا جزيلا للمشاهده، شكرا جزيلا على لي كومونتير وعلى التحفيزات ديالكم، وراح كنحاول ما امكن انني نبحث لكم على العروض اللي كتطلبوا مني. هنا كنهضروا على اول حاجه على مدينه مكناس، بالضبط على مقربه من حي ديال جنان مكناس وعلى مقربه من حي ديال رياض الزيتون، شقه اللي كتواجد في واحد الموقع اللي رائع جدا. علاش قلت رائع؟ راه ماشي غير كندوي ولا غير كنهضر، رائع لان كاين اول حاجه حداك الجامع، حداك السويقه، المدرسه ديال الوليدات كاينه، نزيد عليها كاين ترونسبور المواصلات وجايه على شارع كبير، ومنطقه اللي حضاريه اللي عامره بالسكان، اللي مروجه، حداك المقاهي، حداك البيستري، حداك كلشي. اذا غادي ندوز دابا نوصف الشقه. اول حاجه ها هو المدخل ديال الشقه، هي هذه الباب، راه كاينين جوج ديال الشقق وحده حدا وحده، هذه اللي بقات فقط في برومي ايتاج. كندخلوا تلقاو هنا واحد الفاسك صغير، ها هو كما كتشوفوا معايا فاسك، ممكن الانسان يستبدلو يدير فاسك موبل، داك لي موبل اللي ولاو. كنزيدو في المدخل كتلقى هنايا طواليت ودوش، نتمنى يكون كتبان لكم الدوش والطواليت، ها هو الرشاش ديالها. وهنايا كاين المطبخ. بالنسبه للارضيه كلها فيها واحد لفه بحال الرخام، ونقيه برضه، ما اللي صراحه نقيه ونقيه بزاف. غادي ندوز نوريكم المطبخ تشوفوه، المطبخ هو هذا. كندخلوا ليه كنلقاو بعدا الريدو راه تيهبط بالضو، الريدو ديال المطبخ راه كاين كيهبط بالضو. هنا البلاصه ديال الكوزينه راه كتكون بلاصه ديال الثلاجه، راه كتكون ستوندار. مطبخ اللي من هاد النوع هذا اللي ولينا كنشوفو جداد بلا ام دي اف، فيه المجوره ديالو ها هما. زعما بريطمان اللي زوينه صراحه، ومن السكن المتوسط ماشي سكن اجتماعي، وحيده اللي كاينه لها كاينه البلاصه ديال الماكينه ديال الصابون، راه فيها هذاك الروبيني ديالها ديال الماء، وفيها فين دير حتى الفيدونج راه مخرجين لها. كاين لافابو هو هذا، لافابو اللي تاني الانتباه ديالي هو انه خاشين في وسط الرخامه باش ما يشرب لكش الماء، باش ما كيبقاش الا كان الفوق كيبقى يدخل الماء من الجناب. وتا هاد البلاصه هادي البلينته ديالها دايرينها بالرخام باش ما تشربش الماء كذلك. ودايرين واحد هادي حتى هي راه مهزوزه على هاد الرخامه، عرفتوا واش كتبان لكم؟ راه مهزوزه على الرخامه باش هي ما تشربش الماء، باش ما يهبطش الماء من تحت. البلاصه الا بغيتي تزيد لاوط ديالك ودير لابلاك ديالك هنا، وكيبقى لك البلون طرافاي في هاد الجهه هادي. البلاصه ديال الشوفو ها هو، ممكن ديرو بالضو، وتا البريز راه كاين. بالنسبه للزليج راه فيها الديكور هذا ديال كاس القهوه، لان راه دونك راه ديال الكوزينه، راه ماشي زليج ديال الحمام، لان بعض النوبات كيكونوا اخطاء انك كتلقى زليج ديال الحمام هو البلين في الكوزينه ولا العكس. خلاص السقف راه كله فيه فو بلافون، ممكن الانسان يزيد دي سبوت ولا ديكورات الا بغيتي تزيدهم، والزليج راه طالع حتى السقف في الكوزينه. تاني عندكم حتى نتوما شي عقار وبغيتو تبيعوه، فنحن راح للخدمه ديالكم كاملين اعزائي المشاهدين. راه ممكن الاتصال او التواصل معنا في الارقام اللي كتبان لكم اسفل الفيديو. كما قلت هنا راه كنتواجدوا بمدينه مكناس، وكنظن اننا وفقنا الله راه ممكن نحطوا عقارات في مدن اخرى. وكنشكر الناس اللي كيشاهدونا من جميع المدن المغربيه وكذلك خارج اراضي الوطن. هنا واحد الحاجه اللي غادي نهضر عليها هي داك الشرجم، شوفوا شحال كبير، راه ليه زيت الريدو كيدخل الشعاع ما كتبقاش تصور مزيان، داكشي علاش كنضطر نهبط الريدويات. شوفوا الشرجم شحال كبير، راه شاد المساحه ديال الحيط كامله، وش ريدو اللي تيهبط بالضو. بريزات كاينين، راه بريز لهيه داك الجهه،
وكاينين بريزات هنايا. نحسبوا دابا الطول ديال هاد كيما جرات العاده، نحسبوا الطول ديال الصالون. واحد جوج ثلاثة ها أربعة ها خمسة، في الطول ديالو كاينه خمسة ديال الأمتار على العرض. واحد جوج ثلاثة ديال الأمتار اللي كاينه في العرض ديالو، إذا الصالون اللي مخير راه ممكن تقسمو دير صالون وسيجور صغيورين. لي فو بلافون هانتوما كيما كتشوفو، داكشي كيضاهي السكن الراقي صراحة. أنا فينيسيون ما زعما ما خلاوش شي حاجة، ما داروهاش. بلاصة ديال التلفازة هي أمام ديالي، بلاصة ديال التلفازة ديال البريز ديال الإنترنت ديال الكونيكسيون، ودايرين داك البانو بالبلاتينيا اللي هي في اللون الأسود. غادي ندوزو نشوفو دابا الغرف. بالنسبة للثمن، الثمن ديال هاد العقار راه هو 290,000 درهم، كنهضر على 29 مليون، ولربما يكون هناك نقاش مع صاحب العقار. يكفي تجي وتشوف هذا العقار والارقام هما اللي تحت، وما يكون غير الخير كما كنقولوا. بالنسبه للابواب سامبل، ما فيهمش داك المنقوش ولا شي حاجه، بيبان لهم سامبل. نزيدكم هي الشارع فين كتواجد، شارع اللي ممتاز، قدامها بتي باركينغ، حداها الحوانت، حداها اللي كيحتاج الانسان، حي اللي واجد للسكن. لي فو بلافون كاينين، الراس ديالنا موسيقي طويل. انا نحسبوا عاوتاني العرض في الطول ديال هذا العقار. واحد جوج ثلاثة ها أربعة ديال الأمتار تقريبا، العرض ديالو واحد جوج وتقريبا 80 سنتيم، دايرينو بهاد النوع هذا ديال الصباغة. غادي نديكم دابا للغرفة، تشوفوا معايا الغرفة الثانية. كولوار هو هذا، الغرفة الثانية هي هادي. إذن هنا الغرفة الثانية، موقف باللون هاد اللون هذا، غادي مع لي سبوت. عندها بالنسبة للشوفة ديالها عندها الصالون والمطبخ راه كيطلع على الزنقة، وبالنسبة للغرف كيطلعو على لاكور ديالها. نعبرو دابا بالنسبة للغرف، واحد جوج ثلاثة ها أربعة وشي شوية. بالنسبة للطول العرض واحد جوج وثلاثة وشي شوية، إذا عندك المساحة حتى فين تحط البلاكار ديالك. بغيتي دير البلاكار لهيه، بغيتي دير البلاكار ديالك، المهم راه كيبقى اختياري. وراه دايرين لانستالاسيون ديال التلفازة، هذا هو الشرجم ديالها، و لي فو بلافون بلي سبوت. المعلومات الأساسية والمفيدة، هي عقار اللي كيتواجد بمدينة مكناس، في دار اللي فيها جوج ديال الطوابق، جوج ديال السكان في كل طابق، كلها فيها خمسة سكان، وحدة في الطبق الأرضي، جوج في الطبق الأول، وجوج ديال الناس في الطبق الثاني. مساحة إجمالية تقريبا نقول لكم ديال شي 64 متر مربع. بالنسبة للثمن هو 29 مليون، وقابلة للتفاوض مدينة مكناس. ومعاكم طارق من أفعل، إذا ما تنساوناش بالضغط على زر ديال الإعجاب والاشتراك في القناة، وكنقول لكم إلى اللقاء في عرض مقبل إن شاء الله عما قريب.